أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء مصير عهد التميمي وفوز محمد الجنيدي اللذين يعتقلهما سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان له على احترام أو أهمية احترام حقوق الأطفال وحمايتهم خاصة خلال اعتقالهم وسجنهم. كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد إزاء مقتل مصعب فراس التميمي الذي تربطه صلة قرابة بعهد.